ديال بدر عاري اللي غادي تكون معاريكم ان شاء الله في 21 في هذا الشهر هذا. كنظن بان بدر عاري غادي يفوز على الخصم ديالو ريكو. مقبل ان شاء الله الثانيه ديال بدر عاري معاريكم ان شاء الله مربوحه ان شاء الله، حيت راك عارف المغاربه راك عارف معروف عليهم ديما ان شاء الله الفوز. كنظن ان بدر عاري ان شاء الله غادي يشرف الرايه المغربيه وغادي يربح داك اللي غادي يتقابل مع ريكو، وكنظن غادي يجيب لنا العز ان شاء الله على الرايه المغربيه، وما كنويوش فيه انه غادي يحط بالقيمه ديالنا للارض. اللي حنا معاك واقفين في جنبك وكنشجعوك وكنتمناو لك ان شاء الله مسيره موفقه. كما مساوي بانني سنتوقع ان شاء الله بان بدر عاري غادي يجيب لنا العز للمغرب، ان شاء الله غادي يربح ريكو فيرهوفن بالضربه القضيه في الروند الاول. دابا بدر عاري درب مزيان وانه عوال بانه غادي يربح ان شاء الله هذه المباراه هذه. كيبان لي اخويا بدر عاري يربح بالضربه القضيه على الضربه الاولى ان شاء الله. نقول لكم التوفيق لبدر عاري ويربح ان شاء الله في المقابله ديالها. كنتوقع بان بدر عاري غيفوز على الملاكم الهولندي ريكو، واخا حتى هو ملاكم في مستوى ولكن بدر عاري يكون احسن منه. احد شارس وفهمتيني ملاكم كاين. بدر عاري ان شاء الله غادي يربح هذه المصارعه هذه، حيت هو واحد البطل ديالنا كبير وبالنسبه لي انا كنفتخر به وكنشجعه. انا كنقول لك بدر عاري ان شاء الله نتايا غادي تربح وكمل هكا، وانايا كمغربيه كنفتخر به. كنفتخر به. ان شاء الله غادي يكون بدر عاري ديما تيشرف المغاربه ان شاء الله بالحضور ديالو، واحتراماتي له جدا لهذا المنبر هذا، وتنقول له ان شاء الله بون شونس خويا بدر عاري. تنتوقعوا ديما مغاربه ديما يجيبوا العز ان شاء الله. انسان جوهر كاين، يعني كنتمنى له مسيره موفقه، وانا كنظن بانه غيربح هذا الماتش ان شاء الله باذن الله غيربح، حيتاش انسان كيدير مجهودات بزاف وكنتمنى يربح ان شاء الله. داك الماتش اللي خسر فيه، داك الماتش اللي خسر فيه هو اللي غيجعلو يربح دابا لحقاش. هو المغاربه راك عارف ما سيرضاوش، وغيربح ان شاء الله وغنتمنى له مسيره موفقه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.